انا قلبي بيخط ليه مع ليه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصور للفنان السوري جورج وسوف ظهر فيها بإطلالة نادرة وما معود الجمهور يشوفه فيها، وأطال جروف بالصور يلي كان من الواضح إنها قديمة بإطلالة خليجية، لابس العباية والعقال وظهر بوحدة من الصور هو ورافع إيديه وعم يدعي. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة جورج وسوف هيدي، وكان من التعليقات شو ما عمل بجنن، صورة قديمة الله يطول بعمره ويعطيه الصحة حبيب القلب أبو وديع. ومن ناحية تانية وبالتزامن مع انتشار هيدي الصور لسلطان الطرب جورج وسوف، كانت أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن اشتياقها الكبير لزميلها الوسوف. ووجهت نجوى بمقابلة إلى مبارح ضمن برنامج سوالف رمضانية عبر حساب روتانا على تويتر رسالة لجورج وسوف وقالت له: اشتقنا لك كلنا، اشتقنا لصوتك لربينا على مدرسته الشاملة. وأضافت: استاذ جورج مدرسي ما بتتكرر. ما وحشك جورج وسوف؟ وهل تتواصلوا مع بعض؟ أكيد وحشنا كلنا، نحن كلنا مش منشير إلى أنه الفنان جورج وسوف عم يتحضر لإطلاق عمل جديد، وهو عبارة عن أغنية بعنوان إياها على الزمن، يلي صورها كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، ويلي كان وصف هالتعاون بعمل للتاريخ. وبالإضافة لهالأغنية، فالفنان جورج وسوف عم يرجع ويجتمع بالفنان اللبناني زياد برجي بعمل جديد بعد تعاونهم من 10 سنوات بأغنية بيحسدوني، ويلي حققت نجاح كبير. الأغنية يلي بيتعاون فيها جورج وسوف وزياد برجي رح تكون باللهجة المصرية، وبتحمل عنوان بيتكلم علي، وهي من كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة وتوزيع زاهر ديب ومن ألحان زياد برجي. بيحسدوني لما بضحك. وكان شارك الفنان جورج وسوف المتابعين مؤخرا عبر صفحته الخاصة على انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه هو عم يستمتع بحضور حفل للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، وعم يغني معها بسلطنة وانسجام تام، وعلق على الفيديو وقال: من أنا وطفل عودت عيني على شوفتها. جنبي انما اليوم من غير رؤياك.